جاءت الأقلام ثقلاك مثل جبال، لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال، لو جاءت الأقلام ثقلاك مثل جبال. هاهو الشراع مدوا الشراع، هاهو الشراع هاهو الشراع مدوا الشراع، في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان يا سيدي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الشراع من قناتكم قناة القرآن الكريم. بل أحياء عند ربهم يرزقون، هكذا وصفهم المولى عز وجل في القرآن الكريم. هم الشهداء. 18 فيفري يوم خالد في تاريخ الجزائر وذاكرة الجزائريين، يوم أغر تتجلى فيه أسمى معاني الفخر، التضحية والوفاء. شباب من الطراز الذي يرعب ويحطم الترسانة الاستدمارية، لقنوا العالم ولا يزالون يعلمونه أسمى معاني الحرية والانعتاق. واليوم نستذكر البطولات ونستلهم العبارة بكل فخر. يوم الشهيد، نحاول أن نستذكر ما قام به من أجلنا، من أجل الجزائر، من أجل إعلاء كلمة الله على هذه الأرض الطيبة المباركة. اسمحوا لي باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أن أرحب بالأستاذ محمد زغداني بعد هذا الفصل، فاصل في ركن الوتد. للمشاهدين الأكارم ولطاقم قناة القرآن الكريم، وربما هي لا أتصور أن تكون إلا تهنئة للشعب الجزائري كله ولأمة الإسلام على هؤلاء الأفذاذ الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. الشهداء الذين نفخر بأن الجزائر جعلت لهم يوما نستذكرهم فيه، وإن كان من حقهم أن نستذكرهم كل يوم ليس في يوم واحد. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم مؤمنين مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يعيننا على أن نحافظ على أمانتهم، فهي أمانة ثقيلة. آمين. بارك الله فيك أستاذ، كما نفخر أننا ننتمي إليهم وإلى سلالاتهم. بارك الله فيك أستاذنا. نبدأ بالآية الكريمة التي تقول بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف هم أحياء أستاذنا؟ كيف نعتبر من هذه الآية الكريمة العظيمة والتي تبشرنا بكل الخير الذي وعدنا الله لشهدائنا، لشهداء كلمة الحق؟ نعم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يجالس أصحابه رضوان الله عليهم بعد إحدى الغزوات حيث قتل أصحابه أو استشهد أصحابه رضوان الله عليهم، أوحى الله له حال هؤلاء الذين استشهدوا، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضوان الله عليهم بحالهم حتى يكونوا مطمئنين على أولئك الذين قضوا في أعين الناس هم أموات وقد دفنوا تحت التراب وذهبوا إلى غير رجع، إلى أن يشاء الله عز وجل في الدار الآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه بما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رضوان الله عليهم، إن هؤلاء الذين استشهدوا جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طيور خضر. الحويصلة هي المكان الذي يتجمع فيه الطعام ومعروف لدى الطيور، وطيور في الجنة، طيور خضر في الجنة، فصارت تتنقل بين أشجارها تأكل من ثمارها وتشرب من مائها ثم تأوي إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلما علم هؤلاء ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الشهداء تمنوا ما شئتم، لأنكم أنتم أغلى ربما ما يملك الإنسان هو روحه التي بين جنبيه، فهو قدمها رخيصة في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل تمنوا، فيقولون يا رب نتمنى أن نعود إلى الدنيا
فنقتل فيك مرة ثانية وثالثة ورابعة لما يرون من الكرامة حين قتل الشهيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه قد سبق في حكمه سبحانه عز وجل أن الإنسان إذا مات لا يعود. فقال هؤلاء: فمن يخبر إخواننا؟ من يخبر إخواننا بالحال الذي نحن فيه، بهذا النعيم الذي نحن فيه؟ فينزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك. نعم، فقلت الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه هذه الآية، فلما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم هدأت النفوس، لأنه استبشروا خيرا. لأنه تصوري الأول ربما صدام مسلح بين المسلمين وغير المسلمين، ويفقد فيه المسلمون عددا من خيرتهم إخوانهم وإخوتهم وأبنائهم وأبائهم، فكان هذا بمثابة ينزل بردا وسلاما، بل يشحذ همم الناس. نعم، لتأتي مرحلة من مراحل الغزوات التي قادها الصحابة رضوان الله عليهم، أو الحروب التي قادها الصحابة رضوان الله عليهم، في كسرى حينما يسأل من هؤلاء فيقول له قائدهم: جئناك بقوم يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. سبحان الله. لماذا؟ لأنه الكافر والعياذ بالله الدنيا هي نهاية علمه، منتهى علمه هي الدنيا، وهو متشبث بجميع أسبابها لأنه يعتقد أنه الحياة هي الدنيا فقط. أما المسلم فهو يعلم أنه الحياة ليست هي الدنيا فقط، بل إن الله عز وجل سمى الحياة الأخرى سماها الحيوان، معناها الحياة التي دائمة، التي لا تنتهي الدائمة التي لا تنتهي، وبالتالي فهو يوازن بين زائلا ومحدود في الزمان وفي المكان وحتى في ما يؤتاه الإنسان من نعم، وبين ما هو ممدود وليس بمحدود وفيه من النعم ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، فما خطر بقلب إنسان. فبالتالي حينما يوزن بين هاتين الموزنتين لا يستطيع أن يفرط في الأخرى التي فيها كل هذا النعيم مقابل عرض من الدنيا قليل. وهذه الآيات نزلت كما قلت بردا وسلاما على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، شحذت هممهم وجعلتهم أكثر تمسكا واستمساكا بدينهم. وعلى هذا نجد في نماذج كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم صغار وكبار بذلوا أنفسهم في سبيل الله دون أي تردد ودون أي ربما تلكؤ ولا تخاذل، بل نجد أن الفئة القليلة من المسلمين تغلب الفئة الكثيرة من الكافرين، وقد قال الله عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بمعنى قلة وليست الذلة بمن من الذل من الذل عفوا وأنتم العدد. أذلة بمعنى أنتم قلة في العدد، المشركون هم ضعفيكم أو ثلاث أضعاف، ورغم ذلك أنتم انتصرتم عليهم بفضل ماذا؟ بفضل رباطة جأشكم، صبركم، تعلقكم بالأخرى وتعلقهم هم بالدنيا. وبالتالي لا يستويان، من يتعلق بالأخرى فهو يبذل في سبيلها كل شيء، ومن يتعلق بالدنيا فإنه ربما يفر أمام ذلك المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله. وهذا ما جسده بعد زمان طويل أباؤنا ممن بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله حتى نعيش نحن الآن في هذا الأمن والاستقرار، وترفع كلمة الله عز وجل، ويؤذن في الأذان، ويعيش الناس آمنين في سربهم، معافين في أبدانهم، لهم قوت أيامهم وليس قوت يومهم. هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تضحية هؤلاء الشهداء. ومن هذا الباب كان الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وهذا اليوم الذي نعيشه اليوم 18 من شهر فبراير الذي جعل يوما وطنيا للشهيد، نستذكر فيه مآثر هؤلاء لنبقى على آثارهم، لأن هؤلاء قضوا نحبهم في هذه الحياة الدنيا، ونحن على آثارهم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا لنحافظ على مكتسباتهم ولا نخون عهدهم وأمانتهم، لأن الأمانة عظيمة والعهد ثقيل. بارك الله فيك أستاذنا. أستاذنا لو ندقق فقط في الآية الكريمة، كيف قال ربنا:
بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يرزق الشهيد بعد وفاته؟ نعم، وهذا ما ذكرته في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قلت أنه جعلت أرواحهم في حواصل طير خضر تجول في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من مائها ومن أنهارها. نعم، فهذا هو الرزق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، بخلاف وهذه حياة البرزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح فأجاب الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض المواقف الحياة البرزخية، بينها في بعض الأحاديث، من بينها أن الإنسان إذا كان من أهل الصلاح في الدنيا فإنه بعد أن يسأل أسئلة منكر ونكير في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول فيفتح له باب من جهة شماله فيرى مقعده في النار لو أنه لم يكن مؤمنا، ويقال له: هذا مقعدك في النار لو لم تكن مؤمنا. ثم يفتح له باب أو من جهة يمينه ويقول: هذا مقعدك في الجنة. ثم ينام نومة هنيئة كأنها بين صلاة ظهر وعصر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مهما كان الزمن الذي سيقضيه في قبره، ربما يقضي سنة وتقوم القيامة، 10 سنين وتقوم القيامة، 1000 سنة وتقوم القيامة، 1000 السنين وتقوم القيامة، تمر عليه كأنها بين صلاة ظهر وصلاة عصر. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذا الذي كان من أهل الصلاح في الدنيا فيكون في قبره على هذا الحال. وأما الإنسان الغير الصالح والعياذ بالله فهذا يعذب في قبره ويحس بمرور الأيام، ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة. الطير أو الشهيد عفوا جعل الله عز وجل حاله ليس كحال هذا الإنسان الذي هو في قبره، نعم، بل جعله في حواصل طير خضر تغدو وتروح في بين أنهار الجنة وثمارها حتى تقوم الساعة فيكون من مغفور الذنوب. وللشهيد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خصال عديدة، ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له كل ذنب اقترفه عند أول قطرة من دمه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يشفع في 70 من أهله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي يوم القيامة وجرحه ينزف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح أو اللون لون دم والريح ريح مسك. معناها يعني أبعاد أخرى تماما. الله يا ليست أستاذ، عندما ذكرت هذه التفصيلة بالذات تذكرنا شهداء غزة، كيف أن المسك هذه الرائحة، رائحة المسك وصلتنا إلى الدنيا. سبحان الله، كيف أن الناس كانوا يشتمون روائح المسك من ثلاجات الموتى. نعم، وهذا ما يجب أن نؤمن به كمؤمنين، لأنه للأسف الشديد في هذا الزمان الذي طغت عليه المادية بعض الناس حينما نحدثهم بمثل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لضعف إيمان، لخفة إيمان، ربما يهزؤون ويقولون هذه خرافات وأشياء من هذا القبيل، وقد صحت بها الأحاديث ولا نكذب حديثا صحيحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن به حتى نكون من الذين قال فيهم الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب، هذا الغيب لا نعلمه، لم نطلع عليه، إنما أطلعنا عليه إما قرآن صريح من كتاب الله عز وجل أو سنة وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه سبحانه وتعالى: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينما نتحدث الناس بهذه المعاني عليهم أن يوقنوا، أن يؤمنوا إيمانا يقينيا مثل ما كان الصحابة رضوان الله عليهم. لو نتحدث عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولو أحد، على كل يأكل تمرات في يده تمرات، فيسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل المشركين اليوم فقتل مقبلا غير مدبر دخل الجنة. هو ما زال يأكل في التمرات، قال: بخن بخن، أبيني وبين الجنة هذه التمرات؟ لئن بقيت حتى أكلها إنه لزمن بعيد. ثم رماها ودخل أرض المعركة. معناها هو على يقين خلاص، وكأنه يرى باب الجنة قد فتح أمامه فهو يدخله. هذا الباب نفسه نرى الآن إخواننا في من فلسطين في غزة كيف يضعون أرواحهم على أكفهم، كيف رفع عنهم الحجاب. نعم. دبابة
يقال عنها من أكثر ما صنعت التكنولوجيا تطورا، فهو يمشي بخطوات واثقة ليضع عبوة ناسفة على تلك الدبابة وينسحب وتنفجر الدبابة ولا يقاس يعني ولا شعر فيه تقاس. قد يستشهد، ولكنه كما قال كان يقول الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان ذلك الحوار بين أبي سفيان على ما يروى وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، يقول له يوم لنا ويوم علينا يوم، فيقول له الصحابة رضوان الله عليهم قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، يعني لا يستويان إيمان واعتقاد. هذه المعاني هي التي تجعل هؤلاء الأفذاذ الذين آمنوا وأيقنوا يقبلون ولا يدبرون ويقدمون أرواحهم رخيصة وهم يعلمون إما نصر يعز به الإسلام والمسلمين وإما شهادة يكونون بها عند ربهم يرزقون. بارك الله فيك أستاذ سانا. أنا نواصل في هذا الحديث الطيب ذو شجون، حقيقة أنه حديث ذو شجون جدا. مشاهدينا نواصل في برنامج الشراء بعد هذا الفاصل، هذه الأنشودة بحول الله. مبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا نعود إلى البلاطو، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذ محفوظ عاشور، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة البليدة 2. السلام عليكم أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الدعوة. سعداء دائما باستقبالكم في هذه المناسبات حتى نتعرف دائما على تاريخنا وحتى نذكر الأجيال الصاعدة بهذا التاريخ المجيد. أستاذنا، إذا ما استشهدنا ودافع عن أرواحنا، نحن خلقنا من أجل أن نموت، ولكن ستخلفنا أجيال لاستكمال المسيرة. توقيع الشهيد البطل ديدوش مراد هي مقولة ربما خالدة في التاريخ، خالدة في الذاكرة الجزائرية، في الذاكرة الوطنية، تحمل الكثير من المعاني، نتعرف معكم أستاذ عليها. أكيد، يعني قول الشهيد ديدوش مراد وكأنه
يعني علم بأن الأجيال هي في حاجة إلى التذكير. بوركت. ونحن اليوم في هذا المجلس في هذا اليوم 18 فبراير يوم الشهيد نذكر لكي الأجيال لكي تبقى الأجيال القادمة والحالية مرتبطة بتاريخها بتضحيات هذا الشعب، لأن الشهداء كانوا في الثورة التحريرية أو في المقاومة هم في علم بأنهم سوف ينالون الشهادة في يوم ما، معناتها مستعدين للتضحية من أجل هذه البلاد. وبالتالي فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة في 1.5 مليون شهيد للثورة التحريرية، نجد أن في كل يوم من أيام الثورة التحريرية 7 سنوات ونصف نجد أكثر من 400 شهيد في كل يوم. يعني وإذا أخذنا 132 سنة من الاحتلال نجد فيها 48,180 يوم ولم يخلو يوما واحد من آلاف الشهداء. ارتقاء الشهداء. إذن عندما نتكلم عن الشهيد فنرى بأن هذه البلاد التي الآن تنعم بالحرية والاستقلال وبسيادة لم تهدى لنا، وإنما استقلت بدماء الشهداء. وأذكر في هذا أن الشاعر ثورة مفتي زكريا كاتب النشيد الوطني نشيد قسما أقسم بالنازلات المحقات وأقسم كذلك بالدماء دماء الزاكيات الطاهرات. وكأن في هذا النشيد الذي هو أنا بالنسبة لي وحتى الأجانب يقولون بأن هو أروع نشيد، الذي فيه عندما نسمع النشيد الوطني بكلماته وبألحانه نرى فيه كل شيء، نرى فيه عزم الشعب الجزائري، قوة الثورة الجزائرية، قوة الكلمة، لأن هناك شهداء حاملين البندقية ماتوا في الجبال في المعارك في ساحة المعركة، وهناك شهداء وأذكر من بينهم شهيد علي معاشي. علي معاشي الذي اليوم نذكره لأنه شهيد من شهداء الجزائر، وفي 8 جوان وهو تاريخ استشهاده، في 8 جوان 1958 اعتقل هو وزميليه وعذب أمام الملأ في ساحة التي كانت تسمى ساحة كارنو بتيارت، واليوم تسمى بساحة الشهداء. عذب أمام الملأ وأغتيل وقتل أعدم وعذب ونكلت بجثته في يوم 8 جوان، فهو شهيد من شهداء الجزائر، وكذلك هو الذي يعني تاريخ استشهاده اعتبر أو رسم كيوم وطني للفنان، لأن محاربة الاستعمار لم يكن فقط بالبندقية، لأن الاستعمار عندما احتل البلاد، عندما اعتدى على دولة مستقلة وانتهك كل حرمات، أول شيء الذي قام به حول المساجد إلى ثكنات إلى ثكنات ثم إلى كنائس ثم إلى كرمكم الله إلى إسطبلات،
وهذا الفكر هذا يوضح لنا بأن كان هناك جهاد، معناتها أن المقاومة والثورة التحريرية كانت جهاد في سبيل الله، كانت جهاد من أجل حماية الدين، من حماية العقيدة. ونرى في، وأنتقل من هذا الكلام إلى زعماء المقاومة الذين هم كلهم خريجي الزوايا والمدارس المدارس القرآنية وغير ذلك. إذن كفاح الشعب الجزائري هو كفاح عقيدة، وبالتالي فلا نستطيع أن نعد الذين اغتالتهم سحقتهم فرنسا بأسلحتها يعني أسلحة الدمار شامل، كما نستطيع أن نقول أنها محظورة دولية وهي الدمار شامل، لأن عندما تستعمل سلاح كيميائي سلاح الغازات السامة الكلوروفورم في الغوات في 1852 كان بهدف ليس القضاء على المقاومة، وإنما هدفها هو قتل إبادة الشعب، تصفية عرقية وغير ذلك. من تحويل المساجد إلى ثكنات وغير ذلك، نرى بأن كانت هناك ليست حرب تحررية، وإنما فرضت علينا يعني حرب مقدسة بتسميتها، مقدسة بعدوانها، لأن ذلك العنوان كان عدوانا صليبيا على الشعب الجزائري. وبالتالي نقول للأجيال بأن ديدوش مراد رحمه الله، وليس هو الوحيد الذي يعني أكد على ضرورة نقل الحفاظ على الذاكرة، لأن يعلم جيدا بأن الاستقلال صحيح شيء جميل، ولكن الأصعب هو الحفاظ على هذا الاستقلال والوفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الجزائر، لأن هناك أكثر من 6 ملايين. هناك الإحصائيات أنا أكذبها، وأنا يعني أستطيع أن أقول أنها أضعاف مضاعفة، منخفضة جدا هذه الإحصائيات، يعني إحصائيات تبقى أرقام، ولكن وراء كل عدد كل رقم عائلة، وراء حياة. كل حياة، وراء كل رقم يعني مجتمع بأكمله. وبالتالي أقول بأن يوم الشهيد الذي رسم في 18 فبراير 1990 كان لا يمثل حدثا تاريخيا، يمثل أحداث تاريخية. لماذا أحداث تاريخية؟ لأن سئلت من بعض الطلبة، قيل لي أستاذ 18 فبراير هل هناك حدث معين؟ لماذا 18 فبراير؟ هل 18 فبراير هو ذكرى تأسيس المنظمة الخاصة في 18 فبراير 47؟ هل هو تم اختياره لأنه تاريخ ميلاد زيغود يوسف؟ قلت هذا. إذن نرى بأن يعني لابد من توضيح هذا الفكرة. في 18 فبراير 1989 اجتمع أبناء الشهداء في نادي الصنوبر، وكانت في ظروف انتقالية. لماذا انتقالية؟ نحن خرجنا من الحزب الواحد، مرحلة اشتراكية، كنا بصدد إصدار دستور تعددي الذي تم الاستفتاء عليه في 23 فبراير
1989 معناتها من 18 23 فبراير بعد 18. إذن تم اقتراح هذا اليوم لماذا؟ لأن لو قام أبناء شهداء باقتراح ستكون اقتراحات. قال أنا أقترح يوم استشهاد فلان، أنا أقترح يوم انطلاق مقاومة في هذه المنطقة وغير ذلك. ف 18 فبراير هو جامع لكل الجزائريين وجامع لكل كفاح الشعب الجزائري، وهو مفتوح للحديث عن كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وأهمها وأخطرها هي تلك الجرائم التي تفنن فيها، وأذكر المحارق التي حدثت في 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 القرن التاسع عشر في الشرق الجزائري، في محرقة الزهرة في 1845، محرقة بن سبيح وفي في نفس السنة في من جهة الشلف في الشلف، وكذلك استعمال أسلحة محرمة دوليا. فحرب عبادة تذكرني بشيء، أن اليوم كنت مع طالب دكتوراه في من غزة، كنت في أحاضره في بمناسبة يوم الشهيد في جامعتنا في جامعة البوليدة. فهذا الطالب الدكتوراه الذي يدرس في الجزائر قال لنا بأن فقد ويستشهد من عائلته 50 فردا. هذا الاستشهاد عرفه الشعب الجزائري الذي فقد، المجتمع الجزائري فقد عائلات بأكملها. وقلت له، يعني قيل له بأن عندما ننظر إلى تاريخ الجزائر، وحتى هو أكدها وقال بأن قدوتنا في غزة تاريخ يعيد نفسه، كفاح ونضال الشعب الجزائري وتضحيات الشعب الجزائري. لأن عندما نتكلم عن 400 شهيد في يومين، 1000 شهيد يوميا، ولا مئات شهداء يوميا، هذا عرفه الشعب الجزائري طيلة مقاومة الاستعمار، سواء في المقاومة سواء في الثورة التحريرية. بارك الله فيك أستاذنا، الحقيقة أنك أبدعت في الإجابة في التعليق على مقولة الشهيد البطل ديدوش مراد. والحقيقة أنه هذا الأفكار، كل هذه الأفكار، كل تلك ذلك الدمار الذي عاشه شعبنا قبل أن نبلغ نحن الحرية التي نتمتع بها اليوم، ربما يدفعني للتساؤل أستاذ، نحن شعب اليوم ونحن أبناء اليوم، ربما نستغرب كيف يمكن لهؤلاء أستاذ، وهم يعلمون كل العلم، وهم شاهدوا أصدقائهم في الكفاح، أصدقاء السلاح، كيف أنهم استشهدوا، كيف أنهم نكلت بأجسادهم، كما كان الأستاذ يذكر، نكلت بأجسادهم في الساحات العامة، نكلت بعائلاتهم، ربما بنسائهم بأبنائهم، محارق عامة، عائلات أبيدت بأكملها، سجلت على سجلات التاريخ بأحرف من ذهب، ولكن اليوم هذه العائلات غير موجودة، أسماؤها موجودة فقط في سجلات التاريخ. اليوم سابقا كيف كان هؤلاء الأبطال الشهداء والمجاهدون رحمة الله عليهم جميعا أحياء وأموات، كيف كانوا يستقبلون هذه الفكرة، فكرة المواصلة، فكرة تقديم هذه الروح على أكفهم، كيف كانوا يتحدون فرنسا ذلك الظالم، ذلك العملاق الكبير في الساحات الدولية، ولكن عندما قابل الجزائريين أصبح قزما. نعم، إنه أستطيع أقول أنه اليقين في الله عز وجل، لأنه اليقين في الله سبحانه وتعالى تهون أمامه الدنيا بأكملها، سبحان الله،
ربما ونحن نتحدث عن هؤلاء الشهداء الأبطال قد كانوا صغارا في من حيث السن، يعني في العشرينات من العمر، لم يبلغوا 30 بعد، ولكنهم قهروا أعتى القوى في الأطلسي، أقوى قوة في العالم آنئذ. ما نراه الآن في غزة من هؤلاء الذين نراهم بأعيننا خفات، نشهد ذلك، يلبس بسمحوا لي في العبارة بليغة، ويحمل على كتفه قاذفة ليدمر دبابة بمليارات الدولارات وعن قرب، نعم، وعلى مسافة الصفر، كما هذا العبارات التي أصبحنا نتداولها فيما بيننا ونعرفها، يعني لم نكن نعرفها من قبل. إنه اليقين في الله سبحانه وتعالى، حرص الإنسان على أنه ويقينه أنه خلف هذا الباب اللي هو الشهادة هنالك حياة أخرى تختلف تماما عن الحياة الدنيا. لأن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور للصحابة رضوان الله عليهم حال الدنيا الآخرة، والدنيا والآخرة، حال الإنسان الذي قد يكون في ظنك عيش في الدنيا ولكنه على طاعة الله سبحانه عز وجل، يقول يؤتى بأشقى رجل في الدنيا، إنسان عاش الفقر، عاش المرض، عاش كل أنواع الشقاء في الدنيا، ولكنه على استقامة ولم يدفعه ذلك إلى الانحراف عن جادة الصواب، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأل هل رأيت شقاء قط؟ يقول له ما رأيت شقاء قط. والمسألة العكسية، يؤتى بأنعم، يجي قارون ولا عفوا فرعون، وقد كان من أنعم الناس على وجه الأرض، قبل أن يتمنى الشيء يحضرونه له، ويغمس غمسة واحدة في جهنم والعياذ بالله، فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ قل ما رأيت نعيما قط. معنى هذا أنه يقين هؤلاء الناس في أنه الآخرة ولا الآخرة خير وأبقى، اليقين بأنه الآخرة نعيمها هو الذي سيدوم مهما شقى في الدنيا هو ذلك الوقود. حين ربما الصور الأرشيفية التي نراها في المناسبات الوطنية وفي الأعياد الوطنية، أولئك الذين يعيشون في مغارات من المجاهدين وحتى عائلاتهم كيف كانت تعيش في الجبال، تلتحف السماء وتفترش الأرض، ويترك ربما فراشه الوثير، يترك ربما القرية اللي كان يسكن فيها وعنده فيها سكن ولو كان بالحجارة، عنده فيها أسباب الراحة والدفء وإن كانت حسب الإمكانات التي كانت موجودة آنئذ، يترك كل هذا، ويقينه في الله عز وجل هو الذي يدفعه إلى أن يقاتل هذه القوة التي كانت تسمي نفسها القوة التي لا تقهر. هذا يقين في الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه هذا اليقين الذي غرسه فيه معلمون ربانيون أكفاء. إحنا حينما تحدث الأستاذ مشكورا عن هؤلاء هم خريجو زوايا ومدارس قرآنية ومساجد، نذكر أنه قوة المربي الذي كان يشحذ همة هؤلاء كانت أعتى على فرنسا ربما من 100 سلاح فعلا، ولهذا تجده يستهدف هؤلاء المربين والمعلمين. أذكر في هذا المقام الشيخ العربي التبسي رحمة الله عليه، الذي لم يحمل سلاحا في يوم من أيام الدنيا ولم يقاتل عدوا، ولكنه كان يشحذ همم المجاهدين الشباب، كان يجمع المال للمجاهدين ويحرض على القتال ويحرض على جمع المال والاشتراك فيه وتدعيم الثورة. فلما علمت فرنسا بهذا الدور المحوري الذي يؤديه في 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 بلكور اختطف من بيته. وأذكر 17 أبريل 1956 واختفى إلى يوم الناس هذا، لا يعرف له قبر ولا يعرف كيف قتل ولا ما كان مصيره بعد هذا الاختطاف، إلا ما يروى في بعض الكتابات من هنا وهناك أنه أحدهم قال أنه كان حاضر حينما كان يعذب، وأنه غمس في برميل من الزيت المغلي حتى انفصل جلده عن عظمه واستشهد رحمة الله عليه. ما يعزينا في هذا كله هو أحياء عند ربهم يرزق، هذا هو الذي يعزينا. والعزيمة التي تواصلت من بعد إخوانه كيف ثبتوا على الدين إلى أن نال هذا البلد استقلاله، وهو نفس النهج الذي عليه إخواننا في فلسطين وفي غزة، نعيدها المرة الثانية والثالثة والعاشرة، ولا نخشى في الله لومة لائم. لأنه الآن أي واحد من الذين لم يعيشوا ثورة، وروح جيب أي دولة ولا أسمي، لا يفهم كي تحكي له على الشهادة والاستشهاد وشهيد وخلى زوجته وخلى
حامل وخلى وليده وهو في المهد، ما يفهمش هذه العبارات، وأنه لا بد من التضحية، وأنه في ثورة التحرير في يوم واحد 45,000 في 8 ماي قتلوا يعني من ذلك الجيش الأهوج، حينما نرى نقول هذا ثمن طبيعي لأن تنال الحرية، ما يفهمش، لا يفهمها إلا من عاش. ونحن قد عشنا هذا الوضع، وإخوانه في فلسطين اليوم يعيشون هذا الوضع، لأن العالم يستغرب كيف يثبت هؤلاء في فلسطين. فأنا أقول قبل أن تستغربوا كيف ثبتوا، استغربوا في الشعب الجزائري كيف صبر على لأواء الحرب وعلى لأواء وجوعها والنابالم الذي كان يحرق به الناس أحياء، والدخان الذي كانوا الناس في المغارات يختبئون، نعم، فيشعلون النار في بوابة المغارة فيختنقون بالدخان ويموتون، ويعني ويغلق عليهم تلك المغارة. وإلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذه الأيام الماضية، تكتشف المغارات التي فيها شهداء، نعم، ويعاد دفن رفاتهم الطاهرة. ما الذي يجعل هؤلاء يصبرون؟ أحياء عند ربهم يرزقون. هذه العبارة التي لابد أن نضعها نصب أعيننا، أحياء عند ربهم يرزقون، هي ليست فناء، إنما هو بقاء عند الله سبحانه وتعالى. بوركت أستاذنا، بارك الله فيك. أستاذ محفوظ عاشور، أمام رهان تبليغ الرسالة اليوم، رسالة الشهيد، كيف نوصل صوت ملايين الشهداء؟ لا نقول مليون ونصف شهيد، مليون ونصف مليون شهيد، ولكن ملايين منذ 1830 ماتوا فرادى وجماعات، عائلة وقبائل ومداشر. كيف اليوم يمكن لنا أن نوصل صوت هذا التاريخ، صوت هؤلاء، وحتى يمكن من لا نعرفهم، يمكن اليوم أبناؤنا وأطفالنا يعرفون أسماء الخالدين، أسماء الشهداء، الزعماء والقادة، ولكن هناك من لا يعرفونهم، لا زال التاريخ لا يعرف، لم يزل اللثام عن الكثير والكثير من التضحيات والكثير من الدماء التي سالت على هذه الأرض الطيبة. أستاذ، صحيح، البداية من هذه الحصص التي من ذكرى يوم الشهيد اليوم، هذه حصة لها دور كبير. الحصص نستطيع أن نوصل الأفكار، هذه الأفكار وهذا تاريخ الوطن وتاريخ الشعب الجزائري وتضحيات الشعب الجزائري من خلال قنوات. عندما أتكلم عن قنوات لا أقصد قنوات تلفزيونية وغير ذلك، وسائل، أولا وسائل الإعلام، قنوات الاتصال. لدينا أولا القنوات الإعلامية التي تمس كل شرائح الشعب الجزائري، يفهمها العام والخاص بكل فنونها، كل. ثم هناك الأطفال، هناك الأطفال في لابد أن نصل إليهم، نصل إلى عقولهم بحصص خاصة بهم، صحيح، حصص التي تناسب سن هؤلاء. ثم أتكلم عن وسائل الإعلام. ثم هناك شيء يعني وسيلة أخرى مهمة جدا، والحمد لله الجزائر في كل ولاية لديها قناة إذاعية، الإذاعة متواجدة في كل، ونستطيع أن نسمعها في كل مكان. وأغلبية الناس عندما يركب بالسيارة أول شيء يشغل المذياع. فهنا لابد أن نستعمل هذه الوسيلة للوصول إلى كل شعب، ثم كل فئات الشعب. ثم هناك جانب آخر، هو جانب تعليم. في جانب التعليم، جانب تعليم، البرامج لابد أن تخفف بطريقة أن تسمح للتلميذ أن يستوعب هذه الأفكار. لا يستطيع التلميذ أو الشاب أن يستوعب كم هائل من الأفكار، هو سوف يمل، وبالتالي سوف لن يحتفظ بتلك الأفكار إلا لغرض واحد، وهي إجراء الامتحان. وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك يعني طريقة منهجية بيداغوجية التي تمكن من إيصال هذه المعلومات وترسيخها في أذهان الأطفال. ثم هناك الكتابة، الكتب،
دور الكاتب ودور الكاتب والمؤلفات. هذه المؤلفات لابد أن تراعي السن. مثلا إذا تكلمنا عن الأطفال فالأطفال ما هو المانع أن ننتج يعني كتب برسوم وغير ذلك التي رسومات فيها رسومات التي تخلد يعني معركة من المعارك أو تاريخ الجزائر في حقبة من حقب تاريخ الجزائر بطل من أبطال الجزائر، هي موجودة ولكن غير كافية. ثم هناك الجانب الأكاديمي هو أن في التاريخ لابد من تخصيص يعني التركيز على دراسة أكاديمية لكل مراحل المقاومة من خلال المقاومة والثورة، من خلال المذكرات وكذلك أطروحات الدكتوراه وغير ذلك، هذا معمول به ولكن يبقى أنه يعني غير كافي. فهناك شيء أخير وهو ذلك الهاتف الذي له دور كبير. التكنولوجيات الحديثة. التكنولوجيات بناءنا دائما نجدهم دائما يعني معهم الهاتف ويستعملونه في كل وقت. هذا الهاتف وزارة المجاهدين أعدت بعض التطبيقات وغير ذلك وهي بداية ومشكورة على ذلك، ولكن هناك شبكة التواصل الاجتماعي لابد أن تكون يعني المعلومات التي تطرح فيها تكون مدروسة، وبالتالي لابد من غربلتها، هي وسيلة ولكن هي سلاح ذو حدين. نعم. ذو حدين. مثلا إذا تحدثنا مثلا عن التفجيرات النووية بالأمس القريب حين 13 فبراير هو التفجيرات النووية 1960 بيرغان. هذا التفجيرات النووية نحن نظن بأن يعتقد العامة وحتى يعني الذين لهم اطلاع يعتقدون بأن شهداء الجزائر يعني توقفت استشهاد الجزائريين في 62، لا زال هناك استشهاد في المناطق الحدودية بالألغام الموجودة، وهناك استشهاد بطيء في المناطق الإشعاعات النووية، هي جريمة ارتكبتها فرنسا وهي عابرة للأجيال، ولازلنا ليومنا هذا نعاني من تبعات الاستعمار في صحتنا، في اقتصادنا، في أرضنا، والحمد لله تلوث البيئي، والحمد لله أن الجزائر كانت سباقة في من دول مستقلة، سباقة لتأميم ثرواتها ولطرد بقايا الاستعمار، بالرغم من أن اتفاقية فيان التي قيل عنها الكثير، هناك من يقول بأن هناك جوانب نقص وغير ذلك، هذه هي المفاوضات تكون بهذه الطريقة، المهم أنك تحقق الأهم. الأهم هو وحدة التراب، وحدة الأمة، وكذلك السيادة الوطنية، والبقية جاءت في مسار حركة التحرر، لأن لازلنا ليومنا هذا الدول المستقلة لم تتحرر كاملة. التحررها لابد أن يكون اقتصادي وعلمي، ولكي لا نكون أسياد ونساهم في صنع هذا العالم، لا نتلقى ما يصنع، لا نتلقى يعني ما يقرر نستهلك الغذاء، نستهلك الدواء، ونستهلك الأفكار والعلم. نعم، نستهلك الأفكار، وتلك الأفكار في غالب الأحيان تكون أكثر تسمما من الغذاء. يعني سم الأفكار يبقى. وهنا سؤالك سيدتي المحترمة يدخل في هذا المجال،
تسمم تسميم الأفكار، تسميم الأذهان، وللحفاظ على الجزائر يتوقف على حماية الذاكرة. إذا فقدنا الذاكرة السيارة تفقد الذاكرة ما تنضج. يحميها المختصون أستاذ، يحميها المختصون، ولكن صدقيني بأن كل جزائري له دور. أكيد. يعني له دور في حماية هذه الذاكرة. لابد لا أن نبتعد عن الطعن في تاريخنا. تاريخنا يشهد به العام والخاص في كل دول العالم، وكانت الجزائر ولا زالت بالنسبة للأفارقة يعتبرونها قبلة للثوار، وفعلا هي قبلة للثوار، ولا زالت الجزائر في كل دول العالم هي بلد المليون ونصف مليون شهيد. وليست هناك دولة في العالم أو منطقة في العالم التي تم احتلالها لمدة قرن و32 سنة، وليس هناك شعب في العالم الذي قاوم الاستعمار مدة 132 كل سنة هذه المدة دون توقف. سواء كانت مقاومة أغلبها هي مقاومة عسكرية سالت فيها دماء. سالت فيها دماء، والمقاومة السياسية كذلك سالت فيها دماء، لأن كما قال شيخنا الفاضل فالشهيد الشهيد الذي كان العربي تبسي الذي كان يعني يشحن الهمم وغير ذلك، ففرنسا الاستعمار الفرنسي تراه أخطر من السلاح. نعم. أخطر من السلاح. إذن ولذلك فنقول بأن للشبابنا عليكم بالعلم، لأن العلم نور، عليكم بالعلم لأن العلم هو المفتاح، وبالتالي فالعلم هذا هو الذي يسمح لنا بفهم ذاكرة الجزائر، بارك الله فيك، وبفهم تاريخ الجزائر. بارك الله فيك أستاذ محمد زغداني. في الأخير، أشكال الحفاظ على هذه الأمانة كيف تكون؟ ويريد رسالة للجيل، الجيل الحاضر والأجيال القادمة. والله يا أخي، من الحفاظ على الأمانة يبدأ من الأسرة. نعتقد يقينا أنه الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. معناها أناط كل المسؤوليات ابتداء بالأسرة التي تأسست على تقوى من الله سبحانه وتعالى. مربي. لأنه إذا كان الأسرة لا تعطي قيمة، لا أقول تستهزئ، لا يعني لأنه كلمة كبيرة، تستهزئ، لا تعطي الأولوية للتاريخ، لا تعطي قيمة لتاريخ البلد أو للشهيد أو للمجاهد أو لهذه المبادئ التي نتحدث عنها اليوم، فأن تغرس في قلوب أبنائنا مثل هذه المعاني. إذا كان نحن قلنا تبدأ بالبيت ثم تنتقل إلى المنظومة التربوية التي لابد أن تؤدي دورا هي الأخرى من المراحل الأولى، وليس كما ذكر البروفيسور مشكورا مسألة حفظ أو تلقين درس ليحفظه ليقدم معلومة ثم يرميها. نعم. لا، تكون جزء من تكوين شخصيته، غرس ويقين. نعم. فهذه المنظومة التربوية، المنظومة الثقافية بشكل عام، لأنه كما جابهنا المستدمر بالسلاح، جابهناه بالثقافة، جابهناه بالدين، جابهناه بالرياضة، جابهناه بالإعلام، يعني بكل هذه، حتى بالفن. نعم. نعم، بطبيعة الحال، يعني كل هذه الأسباب أو الوسائل التي استخدمناها لابد أن تواصل أداء دورها في غرس مثل هذه القيم في الأجيال المتلاحقة منذ نعومة الأطفال وإلى أن يشب الواحد فينا. والشاعر قديما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. معناها إذا كان عودناه أنه وشن هذا الثورة ولا وشن هذا الشهيد ولا وشن هذه الحكايات اللي تحكيوا فيها، معناها هذا فيه نوع من الاستهتار، ولن نستطيع أن نغرس في قلوب أبنائنا حتى الآن. وقلت هذا الكلام من قبل يعني في المقدمة، أي واحد في العالم تحكي له على
معاني الاستشهاد والشهادة، وأن الجزائر حررت بعد جهاد طويل و132 سنة استدمار وألاف الشهداء والقتلى ودماء وغيرها، يستغرب ويكبر هذا الأمر. فالآن هو الآن يراه في فلسطين مجسدا، نكبر نحن أيضا هذا الأمر، ولكنه لم يأتي من فراغ، جاء نتاج تربية، جاء نتاج محافظة على هوية، جاء نتاج أنه حتى ربما كي نرجعوا للأشرطة الوثائقية القديمة، حتى في شكل اللباس، حتى في اللباس في حد ذاته كاين تميز، معناها يراها المستثمر استعلاء على هذا الانديجان، ويراها هذا الانديجان بين قوسين اسمحوا لي، هذا المسلم، هذا العربي، هذا الجزائري، انه هذا هويتي وهذه ثقافتي، انا نلبس هذا اللباس ولا البس لباسك حتى نتميز. حينما نغرس مثل هذه المعاني على مستوى اسرنا، على مستوى مؤسساتنا التربويه، على مستوى مساجدنا، مؤسساتنا الثقافيه، مؤسساتنا الاعلاميه بمختلف انواع الرسائل، وانتم ادرى كيف تمر الرسائل، بالطريق المباشر والطريق غير المباشر، بطريق الاشاره وبطريق الصوره وبطريق الصوت المسموع، بطريق يعني بالطرق المتعدده، فحينئذ اذا ادى كل واحد منا دوره فاننا سنتمكن من ان ننقل هذا الشعله التي من اجلها قام هذا الشهيد فضحى بنفسه. الان اي واحد يريد ان يهدد امن بلادنا سنهب عن بكرة أبينا، وكلنا نضحي بأنفسنا، وقبل هذا لابد أن نضحي بأنفسنا من أجل أن تعيش هذا البلد كريما عزيزا، خصوصا في وسط التحديات. كيف نضحي أستاذ اليوم؟ الآن نضحي اللي يقرأ أن يتقن دراسته، واللي يخدم يتقن عمله، نعم، واللي بين يديه أمانة يؤدي أمانته على أكمل وجه، يحترم القانون، بمعنى احترم السلطات، بمعنى مثل ما احسن او عرف كيف اباؤنا كيف يستشهدون في سبيل الله، نحن لابد ان نعرف كيف نحيا في سبيل الله، نعيش حياتنا في سبيل الله، نحافظ على ديننا، نحافظ على مجتمعنا، نحافظ على مقوماتنا، ونكون يدا واحده على من سوانا. بوركت استاذنا محمد زغداني، بارك الله فيك على هذه الخاتمه الطيبه الرائعه، بارك الله فيك. استاذ محفوظ عاشور، بارك الله فيك على مرورك الطيب، دائما ما نستمتع بالسماع اليك، الى كل هذه الاحداث، الى كل الافكار النيره التي تاتينا بها، الى كل الحكايات التي تاتي بها حتى من مدرجات الجامعه. الحقيقه انه الحكايه مع الاخ الفلسطيني الدكتور طالب على المدرجات الجزائرية يعني فيها عبارة كثيرة ومعاني ودلالات كثيرة، كيف أن الابن الغزاوي الفلسطيني يتعلم على المدرجات الجزائرية. الحقيقة أنه الثوار وهم يقولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما، كيف نتعلم من الثورة الجزائرية، كيف نتعلم ونستند على الدولة الجزائرية في كل صغيرة وكبيرة. الحقيقة يعني نفتخر بشهدائنا، نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ولو شيء بسيط جدا في حياتنا هاته لشهدائنا الأبرار. نسأل الله أن نكون قد نوفق لتبليغ هذه الأمانة الثقيلة جدا على رقابنا وعلى أكتفنا وعلى أعناقنا جميعا. نسأل الله أن نتمكن من ترسيخ هذه الأمانة وأفكارها جميعا لأبنائنا حتى يرفعوا المشعل من بعدنا، بحول الله المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، كما كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، سنحيا اليوم نحن ونرزق بالجزائر، بحول الله جزائر جديدة متجددة دائما. شكرا لكم والسلام عليكم. لو جاءت الأحلام ثقلا كمثل جبال، لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال، لو جاءت الأحلام ثقلا كمثل جبال، هاهو الشراع مدوا الشراع، هاهو الشراع هاهو الشراع مدوا الشراع، في مركب الدنيا طالت لنا الأيام، لا ينفع البهتان يا سيدي.